اهلا بيكم في قناة عبد محمود المنجد. دلوقتي كان معانا طلبية من 30 مرتبة، عملنا منهم 14 زي ما انتوا شايفين كده. ادي المراتب وادي مخداتهم وادي تكملة الشغل بتاعنا. معانا الأستاذ محمود المنجد، الله ينور عليك يا أستاذ محمود. الله يخليك يا باشمهندس. دي طلبية طبعا يا أستاذ محمود. دي طلبية كده، العميل هو حابب مراتب القط مش حابب مراتب السوسن. تمام. انت واخد بالك انت فادي كده، عاملين هم عباره عن ايه؟ حوالي 30 مرتبه ممكن زياده كمان، بس هو ايه بيعمل جزء جزء كده، اشوفه كده كل مرتبه ومعاه مخدات اهي، واخد بالك انت، وادي عامل اهو كده ويتكلم بمهرد الله. لا اتكلم بمهرد الله، السلام عليكم. اتكلم بمهرد الله واخد بالك انت، عشان ما تبقاش في جيش ولا الكلام ده كله. لا لا انا بكلمك بمهرد الله حقيقه. خليك مع الحاج محمود لان هو اللي يستحق ان الكاميرا تكون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه انا في البدايه حابب اشكر الحاج محمود، ده شكر واجب عليا، لاني بصراحه انا في الامانه وفي المصداقيه ما شفتش حد اتعاملت مع منجدين كتير واخدت اسعار كتير في كل حته وفي كل مكان، لكن انا ما شفتش الاسعار المتواضعه والشغل المحترم والقطن النظيف والخامه الكويسه، سواء دمور او سواء قماش خارجي. شغل المخدات بصراحه شغل اكثر من رائع، والحاج محمود راجل مخلص بامانه الله، راجل مخلص وراجل صادق وراجل ملتزم. قلت له عاوز المرتبه بعد يومين، بعد يومين عاوز الكميه بعد 5 ايام، هتلاقي بعد 5 ايام موجوده. بصراحه انا برشح المرتب القطن افضل من مرتب السوسد وافضل من السفنج العادي او السفنج المضغوط لاكثر من سبب. السفنج القطن ده بصراحه في الشتاء بيدفي، في الصيف مش بيحرر ولا بيحم او بيسخن عليك. المرتب السفنج او السفنج المضغوط او السفنج الشعبي، اول ما بتنام عليها بتغطس في شهر اتنين وتلاقي نفسك غطست في قلب المرتبه. بعد شهرين او بعد سنه بتبان قبول المرتب السفنج. انتهت هي شهرين ثلاثه بالكثير تلاقي نفسك المرتبه. على فكره بتعيد تجديدها برضه، يعني ما بتعوزش تجديدها خالص انت كده، ولا بتحتاج قماش، كل الحاجات دي فيها جديده. تمام. انت بتعوز تجدد بتجدد، لكن المرتبه السفنج خالص ما بتتجددش. تمام. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. هو معروفه في اي طلبيه الناس بتوفر او المنجد عامه بيوفر جدا ويحط لك قطن اللي هو اسود او كده، بما يرد الله، هل عم محمود حاطط لك قطن اسود؟ إيه والله والله والله، يعني انا شفت الـ الشغل ده بعيني، انا رايح جاي على الحاج محمود يمكن يوميا وبتابع الشغل بيدي بعيني ما شاء الله. بصراحه القطن ده ابيض نظيف بامانه الله، شغل اكثر من رائع. اللي عاوز يجي وعاوز يتعامل، انا والله العظيم يعني تعاملي كان مع الحاج محمود ارتحت في التعامل جدا معاه، اسعاره محترمه جدا.